مباشر من تواجد الأعضاء، من حب الأعضاء والتفاف الأعضاء حوالين مجلس الإدارة، رسالة حب، رسالة حلوة، رسالة مبتسمة، رسالة فيها جماعية، رسالة شابة من الشباب الموجودين اللي شايفين ان هم بيعملوا حاجة. كله عايز يوثق اللحظة، كله عايز يقول انا موجود، انا بشارك، انا هغير، انا هأكد، انا هحقق رقم النهاردة، واقول ان الجمعية العمومية للنادي الاهلي موجودة، عارفة بتعمل ايه، عارفة بتحقق ايه. وعايز اقول ان ده مش التحدي الاول ولا الاخير لعائلة النادي الاهلي اللي كل يوم عندها تحدي جاي من طموحاتها، جاي من احلامها، جاي من مستقبلها، جاي من واقع عايزينه واقع افضل عن طريق